السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنشوف ازاي نضيف اللايت في بنات فيكتور ووركس. اجي هنا في فيزواليزيشن واقول له انا عايز اضيف لايت تول، بيقول لي عايز اني نوع من انواع الاضاءة، في مثلا دايركشن، في عندي بوينت زي اللمبة كده كانت موجودة هنا، في زي كشاف سبوت، هنا في كاستم لايت نقدر نختار منه. طيب اقول له مثلا بوينت لايت مود، وخلي بالك في ظلال هنا مثلا، فانا حطيت النور هنا بيقول لي عايز النور ده لايت ولا اوف. الخصائص دي كلها تبقى موجوده هنا، اقدر اتحكم فيها البريتنس بتاعي قد ايه، تقدر تقلل وتزيد، اقول له اوكي، هتلاقي فيه نوع من الاناره ظهر عندي بالشكل دوت. طيب ممكن اقول له انا عايز اناره شمس، اناره شمس خلاص، يعني في شمس جايه مثلا من هنا لهنا، اهم حاجه الاتجاه مش مهم موجود فين. لاحظ الاضاءه نورت اللوحه كلها. تمام، ممكن تروح قايل له لا انا عايز ايه، انا لغيتها، اقول له سبوت لايت مود، او كان في شعاع كده موجود بيحدد لي الاتجاه بتاعه موجود فين بالشكل دوت. طبعا الخصائص هي موجوده، تقدر تحدد الاضاءه تبقى فيها سموث، تبقى فيها رياليستيك، الكالر بتاعك تقدر تختار مثلا لون من الالوان بالشكل دوت، تقدر تقول له انا عايز اغير اللير اللي اتحط عليها، عايز اغير النوع بتاعه، يبقى بوينت، يبقى عباره عن دايركشن، وهكذا.